عسلامة، أنا مش نعمل اليوم سليطة مشوية على الكانون. شعلت الكانون وهني حضرت شوية فلفل شوية طماطم، قعدت أنا بصل راس ثوم هذايا باش نشويه، والفلفل خديت وينه مسكي، ماهوش حلو ماهوش حار برشا، راهي السلاطة المشوية بنتها كي تبدا محرحرة شوية. وحضرت شوية فيه اللي هو تابل كروية وملح، فوحوها بيهم. وحضرت شوية زيتون، هذا زيتون دياري، عندي الفيديو متاعو موجودة في الشان متاعي في اليوتيوب. والتون زيادة بعد كي نحضر نزينها بالتون، هذا زيادة التون مسيرتو أنا في الدار، موجودة زيادة الفيديو متاعو في الشان هنداتي ديلايت. عنا شوية زيت زيتونة، وقعدت نعظم هذوما باش نجبنهم. وتوا باش نهزك الفلفل والطماطم، ونهزك القعيبتين البصل هذوما، وكراس الثوم، وباش نمشي نشويهم على الكينون. هاك القرينات نتاع الفلفل هاكا حطيتهم يتشويو، هاكا هاكا بدا يتشوي فلفل. توا هكايا باش نقلبو القرين هذايا. والفلفل انا راني غسلته قبل ما نشويه، وبعد ما يتشوي نحي، ولو كان قشرته ما نغسلوهش، ما كانش السلطه تجينا ماستا. توا هاني باش نحط هاك الكعيبات نتاع الطماطم يتشويو، وكل بصلتين هذوما، وكل راس ثوم. اكلت عيبات نتاع الطماطم هاكم تشويو، هاني باش نطلعهم. وكل زاده راس ثوم كيف كيف، وكل بصلتين تشويو. هذه هي توا السلطة المشوية، هاي تشويت وهني توا باش نقشرها. أكل فلفل هاني قاعدة نقشر فيه، أكل فلفل هاني حطيته في المهريس وهاني توا باش نهرسو. الفلفل هكا تهرس هاكا، وإذا كان ما عنديش مهريز راهو نجمو نعملوه في الحام تاع الضو، أما بالمهريز يجينا هكايا كأنو مقصوص قصار. توا باش نحط في الطماطم، باش نحط معاها الثوم. وبعد ما نهرسهم شوية باش نعمل تعطينا بصل. هاكا الطماطم هاكا بدات تتهرس هي والثوم، توا باش نحط هاكا الكعبتين متاع البصل. توا نهرس الكل. توا هالطماطم والبصل والثوم باش نصبهم على كل فلفل مهرس، ونخلطهم وباش نفوحهم. توا بعد ما خلطتها او باش نحط لها لفاح نتاعها، عندي التابل مغرفة، تابل مغرفة كروية. راهو السلطة المشوية ما يبننها كان التابل والكروية. وعنا الملح، ردوا بالنا ما نعملوش ملح، ونخلط. هاني حطيتك العظمتين باش يتجبنوا، وتوا باش نعبيها في الصحين السلايطة، وباش نحط لك عيبتين زيتون، ونحط لها التن والعظم المجبن وقطره زيت زيتونه، وناكلو صحه وبشفاء. السلطه المشويه اللي شويتها على الكينون وهرستها بالمهريز،
حضرت، هاني عبيتها في الصحين وراهي فيها نكهة وبنة خاصة، اللي السلطة اللي نشويوها على الكانون ونهرسوها بالمهريس كيما كانت أمي تعملها بكري، وكانت عزيزتي لذتها وبنتها ما كيفها حتى بنة. ترى زيت زيتونة من فوق. سلامة، شاهية طيبة.